أهلا بكم وإلى العناوين. شهيدان وعشرات الإصابات في قصف على غزة، وحماس تحمل إسرائيل مسؤولية التداعيات. إصابة جندي إسرائيلي قنصا على الحدود مع لبنان، وقوات الاحتلال تقصف منطقة الجرمق بعد سقوط صاروخين في مستوطنات إصبع الجليل. 50 شهيدا وعشرات الجرحى في تفجيرات إرهابية تستهدف بغداد وكربلاء وبابل. رسالة من الحوثي إلى الرئيس اليمني تتضمن حلولا لمطالب الشعب. مع بداية اليوم 51 للعدوان الإرهابي على غزة، سقط شهيدان في قصف إسرائيلي على مجموعة فلسطينيين في حي التفاح شرق مدينة غزة. طائرات الاحتلال استهدفت في غزة برج المجمع الإيطالي، ما أدى إلى انهياره ووقوع أكثر من 20 إصابة بينها طاقم طبي وصحفي. كما استهدفت برج الباشا وفيه عدد من المكاتب المدنية والصحفية وإذاعة محلية. كذلك أصيب عدد من المواطنين بقصف منزل شرق قطاع غزة. حركة حماس حملت الاحتلال المسؤولية عن كل تداعيات استهداف الأبراج السكنية وتشريد المدنيين، فيما دعت كتائب الأقصى لواء العمود مقاتليها لتنفيذ عمليات نوعية داخل أراضي 48. ويوم أمس سجل العدوان سقوط 10 شهداء بعدما استهدفت إسرائيل المنازل والمساجد. يوم آخر تعيشه غزة تحت وطأة القصف الذي لا يرحم. طائرات الاحتلال وزوارقه ومدفعيته أمطرت غزة بحمم الموت، فاستهدفت عدة سيارات مدنية أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. 5 شباب بسيارة مدنية تم استهدافها على باب جامعة صحابة أثناء المصلين مروحين من الجامع. ما فيش إنه فيهم هذا مدنيين، وتم إسعاف كل المنطقة، هذه المنطقة كلها أطفال، وتم أخذهم إلى المستشفى الشفاء. أما المنازل والمساجد فلم تسلم من القصف الذي أدى إلى تدمير بعضها، لتضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين ودور العبادة. بالنسبة للمسجد له بيعمل صواريخ ولا بخبط حاجة، لكن هم متعمدين يخبطوا ويهدموا. بالنسبة لهم بفكروا أنه هدم الدين أو هدم المقاومة أو هدم، فهذا شيء غير يعقل بالنسبة لهم. قصف المنازل أدى إلى استشهاد عدد من النساء والأطفال، فيما باقي الضحايا كانوا نتيجة استهداف تجمعات المدنيين. اليوم في قطاع غزة عشرات آلاف القذائف تنزل على المواطنين، هناك كل لحظة وكل دقيقة في المستشفيات ناس مقطعين، ناس أشلاء، فأين ضمير العالم؟ حسبنا الله وأنت نعم الوكيل. كل عيلتي صفتها للمقاومة، لله ثم المقاومة، وبدناش نستسلم أبدا غير لما نأخذ الحق تبعنا. وبينما تستمر إسرائيل بعدوانها على الغزيين، تطلق المقاومة عشرات الصواريخ ردا على جرائم الاحتلال مستهدفة المدن والمستوطنات الإسرائيلية. ومع كل يوم جديد يمر على سكان القطاع يدخل فيه العدوان الإسرائيلي مراحل جديدة تبدو أكثر قسوة وعنفا، ومعها تبدو غزة أكثر إصرارا وتحديا على الثبات والاستمرار رغم الدماء النازفة. أحمد شلدان من شمال القطاع، الميادين. وردا على استهداف إسرائيل للأبراج السكنية، قصفت كتائب القسام صباح اليوم حيفا بصاروخ R-160، وتل أبيب بأربعة صواريخ M-75، وعسقلان بصاروخي قسام. وكانت سرايا القدس قد أعلنت بعد منتصف الليل قصفها تجمعا للآليات العسكرية في موقع الفراحين بقذيفتي هاون. كما اعترف الاحتلال أمس بسقوط 5 إصابات باستهداف حشود عند معبر إيريز.
كتائب عز الدين القسام أعلنت الاستيلاء على طائرة إسرائيلية من دون طيار بعدما أسقطتها شرق حي الشجاعية. الطائرة هي الثانية من نوعها التي يجري الاستيلاء عليها منذ بدء العدوان بعدما استهدف الأولى عناصر القسام على نحو مباشر فوق منطقة التفاح أثناء الاشتباكات في 28 من تموز يوليو الماضي. وبموازاة التصعيد الإسرائيلي تنتظر مصر رد حماس وإسرائيل على مقترحها بعدما حصلت على رد الجهاد الإسلامي والسلطة الفلسطينية. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن مصر تقترح وقفا لإطلاق النار من دون قيد زمني ومباشرة بعدها تفتح المعابر. الأمر الذي ترفضه إسرائيل وهي مستعدة للبحث في التفاصيل. إلا أن موقع يديعات أحرنوت نقل عن مصدر إسرائيلي أن الأمور حتى الآن غير واضحة. وأن الجانب الإسرائيلي ينتظر توضيحات خوفا من أن ينهار وقف إطلاق النار كسابقيه. نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم أكد ألا جواب إسرائيليا حتى الآن على المبادرة المصرية المطروحة أخيرا. وفي حديث للميادين قال عبد الكريم إن القاهرة تحاول التوصل إلى صيغة يقبلها الطرفان قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. الصيغة الأخيرة التي جرى الحديث فيها مع الجانب الفلسطيني هو صيغة التزامن ما بين وقف إطلاق النار وما بين الاتفاق على فتح المعابر وبدء عملية إعادة الإعمار والسماح بالصيد البحري حتى مسافة 6 ميل فما فوق تدريجيا وبدء عملية التفاوض فور وقف إطلاق النار من أجل معالجة البنود الأخرى. حتى الآن لا يبدو أن هنالك جوابا إسرائيليا محددا على هذه الصيغة. المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أكد أن المقاومة ستواصل الدفاع عن شعبها إلى حين تحقيق نتائج جهود واتصالات وقف العدوان. هناك جهود واتصالات للتوصل إلى اتفاق تهدئة ولكن حتى اللحظة لا يوجد شيء نهائي بهذا الصدد. وإلى حين تحقق وقف العدوان والاستجابة للمطالب الفلسطينية المقاومة ستستمر في حماية شعبنا الفلسطيني مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. وعلى الحدود اللبنانية الفلسطينية يسود هدوء حذر بعد قصف إسرائيلي بأكثر من 20 قذيفة لمنطقة الجرمق ومحيط قرى جنوبية محاذية للحدود. يأتي ذلك بعد سقوط صاروخين في منطقة إصبع الجليل وواحد قرب مستوطنة كريات شمونة والثاني قرب الحدود مصدرها الأراضي اللبنانية. هذا فيما أفاد مراسل الميادين بأن جنديا إسرائيليا أصيب برصاص القنص من الجانب اللبناني بمحاذاة بلدة العديسي. إلى العراق حيث استشهد 50 شخصا وجرح أكثر من 100 في هجمات إرهابية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد. واستشهد 15 شخصا وجرح 25 في انفجار سيارتين مفخختين شمال غرب بغداد مساء أمس. وفي وقت سابق استشهد 17 شخصا في 3 انفجارات استهدفت 3 مناطق جنوب بغداد وشرقها من بينها هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف المصلين في مسجد الإمام علي في بغداد الجديدة. كذلك استشهد 18 شخصا في انفجار 4 سيارات مفخخة اثنتان منها قرب مبنى ديوان محافظة بابل واثنتان في مدينة كربلاء. وفي التطورات الميدانية قتل وأصيب عشرات العناصر من داعش بانفجار سيارة مفخخة استهدفت أحد مقر التنظيم في منطقة الموصل الجديدة. هذا الانفجار هو الأول من نوعه في المدينة منذ استيلاء تنظيم داعش عليها. فيما صدت القوات العراقية هجوما على مصفاة بيجي في صلاح الدين وأشارت المصادر الأمنية إلى مقتل 7 انتحاريين أثناء الهجوم. من جهتها استهدفت الطائرات العراقية رتلا لداعش في الحلبسة وجسر البوع الوان في الأنبار ودمرت عددا من آليات التنظيم. وسبقت ذلك 4 ضربات على تجمعات داعش في البوبالي والخالدية في الأنبار أيضا. وفي جولة له تفقد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نور المالكي القطاعات العسكرية للجيش العراقي والشرطة الاتحادية بين محافظات كربلاء والأنبار وبابل. المالكي كان قد وصل في وقت سابق إلى قاعدة سبايكر الجوية شمالية محافظة صلاح الدين وذلك بعد إعلان الجيش العراقي تأمينه الطريق البرية باتجاه القاعدة بعد مواجهات مع داعش.
هذه القاعدة رمز للأهداف التي حمايتها تعني أنها رسالة للعدو بأننا عازمون وماضون بحول الله ونصعد خطوة خطوة حتى نصل الموصل، وليس هذا الهدف النهائي، وإنما أن نطهر العراق من رجس هذه العصابة القذرة. العدو الآن تحول كاملا إلى مرحلة الدفاع، وإذا كانت لديه قدرة هجوم فهذه الطريقة البائسة مال انتحاري أو هاون. في اليمن أعلن الحزب الاشتراكي مبادرة سياسية من 6 نقاط مطالبا باستمرار عمل اللجنة الرئاسية وتوسيعها ومواصلة النقاش بين السلطة وأنصار الله ووقف حملات التصعيد وعدم إعلان فشل النقاشات. فيما أرسل زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي رسالة إلى الرئيس اليمني ضمنها رؤيتهم لتنفيذ مطالبهم. أحمد عبد الرحمن. لم تتوقف جهود البحث عن مخارج آمنة للأزمة في اليمن، فالأطراف المعنية تركت الباب مفتوحا لأي مبادرة قد تعمل على زحزحة الأمور إلى الأمام. هذا ما تشير إليه رسالة السيد عبد الملك الحوثي زعيم أنصار الله للرئيس هادي بعد عودة اللجنة الرئاسية، وتضمنت مقترحاتهم المطالب التي خرج الشعب من أجلها. الرسالة تبنت وبوضوح المطالب الشعبية وبالأخص ما يتعلق بالجرعة السعرية، حيث نصت على ضرورة إعادة النظر في هذه الجرعة بما يتناسب ومطالب الجماهير التي خرجت في الساحات. يتمسك أنصار الله بمطالبهم ويرفضون أي مساومات بخصوصها كما يقولون، ويتهمون أطرافا في السلطة بتأليب الرأي العام ضدهم تحت دعوات الاصطفاف الوطني لمواجهة شريحة واسعة من اليمنيين. الاصطفاف الوطني معناه أن تكون كل الفئات السياسية حاضرة في حال وجود معركة خارجية، لكن مسألة اصطفاف وطني ضد شريحة واسعة من أبناء الشعب باعتقادي أن هذا اصطفاف غير وطني. 3 أحزاب يمنية أعلنت مؤخرا عن مبادرات لحل الأزمة قد تمثل أساسا لأي اتفاق مقبل، لكن البعض يرى أن ما تقوم به حركة أنصار الله مناورة سعيا منها إلى تفجير الوضع في البلاد. ما يجري الآن ينبئ عن أن حركة الحوثي المسلحة تمارس الابتزاز السياسي على الدولة اليمنية وعلى الشعب اليمني، تستغل أوضاع الناس وظروف الناس من أجل تحقيق مآرب سياسية. الرئيس اليمني الذي ألغى اجتماعا مع قيادات الدولة استقبل سفراء الدول 10 الراعية للمبادرة الخليجية وأبلغهم ما تتعرض له العاصمة صنعاء من جراء وجود مسلحين على مداخلها وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، فيما تشهد شوارع صنعاء استنفارا في وقت أعلنت وزارة الداخلية إغلاق جميع المنافذ الترابية والطرق الفرعية المؤدية إليها لمنع تسلل السلاح والمسلحين على حد تعبيرها. تستمر الاعتصامات هنا، ولسان حالها يقول إن الشد والجذب السياسي لن يؤثر عليها ولن يدفع المحتجين إلى التراجع عن مطالبهم المشروعة كما يقولون. أحمد عبد الرحمن من ساحة التغيير بصنعاء، الميادين. أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن سوريا مستعدة للانخراط في الحملة الدولية لمحاربة تنظيم داعش، لأن القرار الدولي 2170 يفرض تعاونا إقليميا في هذا الإطار. وقال المعلم في حديث للميادين إن حدود التعاون السوري يقرر في وقته. ونعبر عن استعداد الحكومة السورية للتنسيق والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال، ومن هنا نقول أن دمشق هي في قلب أي ائتلاف دولي أو إقليمي لمكافحة داعش على أساس الجدية. المعلم أكد أن دمشق لن تسمح بضربات أمريكية لقصف أهداف لتنظيم داعش على الأراضي السورية، ووصف أي خطوة في هذا الإطار بالعدوان إذا نفذت من دون اتفاق سياسي مسبق مع الحكومة السورية. أي عمل حتى لمكافحة داعش على الأراضي السورية قبل التنسيق مع الحكومة السورية هو عدوان، سنتصدى له بما لدينا من إمكانيات. ولهذا تأتي أهمية هذا الموقف السوري الذي بادر إلى فتح أبواب التعاون والتنسيق مع كل الدول من أجل مكافحة الإرهاب في إطار احترام السيادة السورية واستقلال الجمهورية السورية، حتى لا نبرر لأحد
عدوانه على الأراضي السورية. وفي نيويورك اتهم بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قطر والأمم المتحدة بخرق قرار مجلس الأمن الذي يفرض عقوبات على كل من داعش والنصرة من خلال عملهما عبر الأراضي السورية للإفراج عن الرهينة الأمريكية في الجولان ثيو كيرتس. ورأى في تصريح للميادين أن ذلك تعاون مباشر مع الإرهاب واستخفاف بقرارات الأمم المتحدة نفسها. الضلوع القطري في التعامل مع تنظيمات إرهابية تنشط في سوريا هو ضلوع الآن ثابت، وبالتالي من المطلوب الآن مساءلة السلطات القطرية عن دورها في التعامل مع هذا الإرهاب المدان دوليا، والذي نص قرار مجلس الأمن رقم 2170 على مساءلة من يتعامل مع هذا الإرهاب ويموله ويرعاه. في القاهرة طالب الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا بتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن السلاح والخيار العسكري ضمن اتفاق سياسي بين كل الأفرقاء ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار وبمساندة دولية. بحجم المخاطر التي باتت تهدد الدولة الليبية، جاء التحرك سريعا هذه المرة وخاصة من دول الجوار الأكثر تأثرا من هذه الأوضاع. فبالإجماع تبنى المشاركون في المؤتمر الرابع لدول جوار ليبيا المبادرة المصرية التي تقدمت بها القاهرة للحيلولة دون تدهور الوضع الأمني في ليبيا الذي تفاقم بشكل سريع مؤخرا، ولا سيما بعد سيطرة كتائب مسلحة على مطار طرابلس الدولي ورفض البرلمان المنتهي ولايته تسليم صلاحياته للبرلمان الجديد. تقدمت مصر بمبادرة ناقشها الوزراء واعتمدوها كمبادرة متكاملة بشأن استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، أهمها تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن حمل السلاح واللجوء للعنف، احترام وحدة وسيادة ليبيا ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف والإرهاب، وكذا دعم العملية السياسية، الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وبدء حوار بين الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. رفض التدخل في الشؤون الداخلية الليبية الذي تضمنته المبادرة المصرية لم يتعارض مع مطالبة الحكومة الليبية الحالية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالانخراط في ليبيا لحل أزمتها، كما أوضح وزير الخارجية الليبي. فرقنا بين ما يسمى بالتدخل ما بين الانخراط، نحن لا ندعو لأي تدخل في الشأن الليبي وخاصة التدخل العسكري، ولكن نتحدث عن انخراط فعلي وحقيقي للمجتمع الدولي في إطار قرارات مجلس الأمن وفي إطار ولاية مجلس الأمن، بحكم أن احنا كل ما تم في ليبيا تم تحت شرعية مجلس الأمن. وترجع بداية الأزمة الحالية في ليبيا إلى عام 2011، حينما قام الناتو بإدخال كميات ضخمة من السلاح للمواطنين للقضاء على كتائب القذافي، الأمر الذي ترتب عليه أن كل طرف يرجع لنفسه الفضل في تحرير ليبيا من وجهة نظره وفي رفضه تسليم سلاحه والانخراط في جيش الدولة الرسمي. اتفاق جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر الرابع لدول جوار ليبيا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على العنف وإراقة الدماء وإثارة الفوضى، اتفاق يراه كثيرون يفشل دعوات البعض للتدخل في ليبيا تحت مظلة الحسم العسكري كما حدث من قبل الناتو من قبل. محمد العارف، القاهرة، الميادين. الفقرة الآن مع بيسان طراف التي ستأخذنا في جولة في عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم. صباح الخير بيسان. صباح الخير هبة. صباح الخير مشاهدينا. نبدأ عناوين الصحف العربية لهذا اليوم مع صحيفة الوطن العمانية. مصر تقترح تهدئة جديدة وفتح المعابر وشهرا للمحادثات الخلافية. العدوان على غزة، عشرة شهداء، وعباس يتجه لمبادرة شاملة لإنهاء الاحتلال. سوريا ترحب بأي جهد دولي لمكافحة الإرهاب وترى عدم التنسيق يساوي العدوان. نقرأ أيضا في صحيفة الوطن ليبيا، حكومتان وبرلمانان والجوار يدعو لنزع تدريجي للسلاح. ننتقل إلى صحيفة العرب اليوم الأردنية، نقرأ في عنوانها البارز مصالحات محتملة على إيقاع داعش وأخواتها والبداية من سوريا. استراتيجية العباد حل الميليشيات الشيعية لاستقطاب السنة ومصالحة دستورية مع الأكراد.
ننتقل إلى صحيفة السفير اللبنانية، نقرأ في عنوانها الأول: المخطوفون في أنفاق خربة تنين، تكليف رسمي لإبراهيم بالصورة، أرسال الأسيرة، نزوح ومداهمات ولوائح بمطلوبين. نقرأ أيضا في السفير: 50 يوما على بدء العدوان على غزة، المقاومة ترسخ معادلة الاستنزاف والتفاوض. البنتاغون يريد تحالفا إقليميا ضد داعش، دمشق أهلا وسهلا بالجميع للتعاون. إيران: سنسلح فلسطيني الضفة، عبد اللهيان في السعودية. إلى صحيفة الرياض السعودية: المملكة تعبر عن استيائها للأحداث المأساوية في فلسطين والدول العربية، وتناشد المجتمع الدولي لوقف سفك الدماء. نقرأ أيضا في الرياض: الفيصل يلتقي نائب الخارجية الإيرانية اليوم. ماذا في عناوين صحيفة الوسط البحرينية؟ مقتل وإصابة العشرات في هجمات متفرقة بالعراق. نقرأ فيها أيضا: مصدر خليجي، الدوحة عرضت جدولة الخلافات واجتماع حاسم السبت المقبل. إلى صحيفة الوطن السورية: لم نطلب ضربات روسية على داعش، ونرحب بفتاوى السعودية الأخيرة ولا تضارب بين مصالحنا. المعلم مستعدون للتنسيق مع واشنطن لضرب داعش والنصرة وغير ذلك عدوان، وسنستخدم دفاعنا الجوي. عبد اللهيان في الرياض: والأمم المتحدة تتجاهل إرهاب داعش بسوريا، موسكو الغرب بدأ يدرك خطر الإرهاب المتنامي. ونختم مع صحيفة البلاد الجزائرية: اجتماع القاهرة مع الحل التفاوضي بين الفصائل باستثناء الإرهابيين، دعم مطلق للمبادرات الجزائرية لإنهاء الاقتتال في ليبيا. تتكون من 4 أفراد ببلدية الديلة بالوادي، تفكيك شبكة تجنيد الشباب في صفوف داعش. هذا أبرز ما جاء في عناوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم. شكرا للمتابعة وعودة إليك هبة. شكرا لك بيسان، بالطبع تفاصيل أكثر ستكون في برنامج آخر طبعة. شكرا لك. الآن إلى فقرة الماضي الحاضر.